بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، مرة ثانية سنعود ونلتقي مع القرآن الكريم، ايات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني، علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الكريم قارئ القرآن والمحاضر بمعهد الطاروتي لإعداد القراء والمبتهلين والمقيم بمشتول القاضي مركز الزقازي، داعين الله له بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصالحات جنات you
الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. يحلون فيها
رحمتك يا رب. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم فكلوا منها
فكلوا منا أطعموا البائس الفقير. ثم فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها البيت العتيق. صدق الله العظيم. هكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والذي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الكريم قارئ القرآن والمحاضر بمعهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين والمكند مشتول القاضي مركز الزقازي وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار فراشد وإنارة الحج حلمي إبراهيم عبد الدايم إدارة الحج محمد أبو حلمي والمكند ميت زافر مركز زقازي خدمة الضيافة المميزة إدارة إبراهيم حسن الدولي والمكند مشتول القاضي مركز زقازي خدمة التصوير العالمي عبر العالم المهندس ناصر صلاح واولاده والمقيم بشارع وادي النيل بمدينه الزقازي باسم الاسره الكريمه والعائله الكريمه وباسم العمده الحاج محمد ياسين عمده مشتول القاضي يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من اتى ليقدم واجب العزاء الى سياده الدكتور اشرف الصلحي نيابه عن سياده الدكتور محمد الصلحي أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام والبقاء لله.